الحقيقة اليوم في عنا حملة تبرع بالدم. الحملة تم تنظيمها بين المركز مسمير، هو أحد مراكز القطاع الطبي للجامعة القطري، مع وحدة التبرع بالدم المتنقل مشفى حمد. فمشكورين، حضروا صباحا وجهزوا كل شيء مشان تبرع بالدم. طبعا الستاف تبعهم أخذ أماكنه في المكتب هون، عم بيسجلوا الناس المناسبين اللي هم عندهم لياقة صحية للتبرع بالدم. طبعا تبرع الدم هو عمل تطوعي وعمل إنساني، بخدم بينقذ حياة كثير مرضى محتاجين للدم. طبعا أول شيء، احنا في عنا ليست بأسماء الناس اللي حابين يتطوعوا ويتبرعوا بالدم، لكن إجراء رسمي بيتم الستاف اللي جاي مع وحدة التبرع بالدم بجلس بيعمل تسجيل للشخص المتبرع، بياخذ معلومات عن اسمه، عمره، اذا عنده امراض وما عنده. بعدين بينتقل للغرفه الثانيه، في مجموعه اسئله او كرايتيريا بتنسال. فاذا كان الشخص لائق صحيا وحقق الكرايتيريا، بيعمل له الاخ اللي موجود هناك استماره مع طبعا حسب الاي دي تبعه. بعدين بينتقل لوحده التبرع خارج المركز، امام المركز بيتم قياس الوزن، بيتم قياس الضغط الشرياني وعيار خضار الدم. بعدين بيتم التبرع. بعد ما يتم طبعا التبرع، بيتم معروف يعني بيجلس الشخص على كرسي التبرع وبيحطوا القسطره الوريديه وبياخذوا كميه دم مناسبه. بعد ذلك الشخص اذا صار عنده اي اعراض فممكن مباشره توقف التبرع. اذا ما في اي شيء بيتابع، بيتم انهاء التبرع بسحب القسطره. بعدين بيرجع المريض بيرتاح، الشخص المتبرع بيرتاح وبياخذ ريفرشمنت، ممكن عطى قلبي في بوكس، في جوس، في كيك. خلال دقائق بكون يعني اخذ البريك تبعه وبرجع لشغله الطبيعي. نشكر مؤسسة حمد الطبية على الجهود القائمة في الدولة وعلى إرسال السيارة التبرع بالدم. وأتمنى نصيحتي أنا للمجتمع بالتبرع بالدم، لأن هذه تنقذ حياة شخص أو شخصين، وهي ثمرة في الدنيا والآخرة. وشكرا لكم.